نعم. ما حد قاضاك؟ ما حد رفع عليك دعوة؟ لا ما حد قاضي. تدري ليش؟ شوف الكل يعرف جيدا وبعضهم بعض المدراء العامين والوزراء قالوا لي اياها. مع احترام وتقدير الاخوان النواب قالوا احنا انتم 328 اذا 327 واحد يحشون علينا احنا ننام رغد. بس هيثم الجبوري من يطلع ما عنده وثيقه. انا رجال اكاديمي استاذ بالجامعه استاذ ومهندس فمتعلم اللي تصير تصير وما تصير ما تصير. خوش. يعني مستحيل اطلع مؤتمر اعلامي واحكي حكايه وانا ما امتلك وثيقتها. احسن على حكيك هذا. تعرف ليش؟ لانه انا معناها يعني هذا انت حكي هسه مليان واحد واثق من نفسه وفعلا انت طبعا رجل اختصاص واكاديمي انت طلعت بملفات خطره جدا. صحيح. وهسه وبعد يعني انا اقول لك اكو بعض الملفات قد يعني يتساءل عنها البعض. ملفات وزير الماليه. ملفات عند استجوابه يوم 25/8. 25/8 من يوم شهر التاسع قدمتها العام استاذ. هسه جا شهر التاسع سنه كامله يلا حصلت استجواب. شو يعني من اللي كان يعرق هيئه رئاسه؟ واحده من الامور اللي اتهمنا يعني بها ما تريدك انه تستجوب وزير طبعا لامور سياسيه مجامله سياسيه التحالف الكردستاني. شو يكون الفساد سياسي؟ لا انا ليش اقول لك هسه؟ مو انت ليش لعد يعني تلوم وزير الدفاع من من لا لا عفوا استاذ انا بش اميز اي مرة أنت تكون فاسد ومرة تغطي على الفساد لأجل أنت تقول مصلحة مو اللي يغطي أيضا أي مجاملة مشترك. أنا هسه ما جاي أقول أقول تستروا على ملفات فساد. تستروا هذا التستر على ملفات الفساد هو جريمة. جريمة الرئاسة ثلاثتهم استروا؟ هسه أنا ما أعرف وما تدري الواحد من عندهم إذا احترض خلص بعد ما عرفت من الواحد الاعتراض؟ ما قدرت حقيقة ما قدرت تعرف. طبعا أكثر من مؤتمر من جلسة كنت أسوي نقاط نظامي يعني استجوابي وين؟ ايه والله يم المستشار القانوني. المستشار القانوني يوم 17/1 كمله. قال يابا كامل هذا وجاهز ومطابق للدستور والقانون. زين. زين من 17/1 ل 25/8 تدرك بعض الاسئله عدقت هسه انا ما اعرف راح اسالها بيوم الاستجواب بس هي تتحدث عن قضيه قبل سنه. ايش قد المبالغ المهدوره بملف وزير الماليه؟ هو تدري عنده مغالات. ايه يعني مثلا مأجر بيت نفسه 188 مليون. انا شفت لك اكثر من يعني حديث نعم. اعلامي بمحطاتنا الاعلاميه العراقيه كنت بملفات وبوثائق نعم. وتتحدث بها، ايش قد المبالغ اللي انهدرت بالله؟ هسه انا ما اقدر حقيقه بس هي مليارات الدنانير. مليارات. هسه ايش قد بالضبط ما عندي هذا الرقم. هذا هدر. هذا هدر؟ نعم. هدر اسهاب في استخدام الصلاحيات. مرة خلينا نقول انت ما محدد لك ايجار على العين وعلى الراس. بس لكن انا من اجي مثلا بناية التي بي اي. شايفه بالمنصور استاذ ولا ما شايفه؟ بالركن مال المنصور شارع الاميرات، اكو ارقى من هذا المكان ببغداد؟ لا بالذات. اربع فيلل. فيلل. فيلل نعم. في مكان مجمع واحد. زين. اربع فيلل مأجرات ب 80,000 دولار، 95 مليون. انت مأجر بيت 188 مليون بالصالحيه شلون؟ ماكو. واضح اكو مشكله يعني؟ طبعا. واضح. واضح. المسبح مالتك، انترنت جار البنايه 3 ملايين ونص وانت البنايه مو مالتك، ما تصلها ولا واصلها ولا تندلها. تعمر بيت باسم مسعود البرزاني 250 او وصل يمكن رقم قالوا 400 وكسور مليون. وين؟ داخل الخضراء. داخل الخضراء. داخل الخضراء. يقول يابا انا ردق مقر يجوز خاف احتاجه بالمستقبل، يابا هذا مو باسمك. اخذ عقد اشتريه حول ملكيته الماليه روح اصرف عليه، ما حد يقول لك لا. بس انت بعد بذمه مسعود برزاني وانت تروح تعمره ب 400 مليون 500 مليون وهب الامير ما لا يملك. ملفات كثيره. زين هذا يعني حقيقه واحد من يسمعها قلبه يوجع. نعم. من يسمعوك اخوانك زملائك النواب يعني اي مو قصه يعني هاي كارثه هاي كارثه هاي اخطر من الاتهامات بالجلسه طبعا يعني اثيرت والاتهامات هاي اتهامات خطيره هذا هسه يعني هسه مال وزير المالي هم قال لهم اذا جا دكتور هيثم هم اسوي له هوسه وهم اقول له انت ابتزيتني وانت ما ادري شنو على اساس خوفني يريدني اتراجع قلت له هاي مين سمعتها؟ سمعتها والله مجموعه من الوزراء يعني هم قاعدين مجلس وزراء قال لهم انا هم راح اسوي له هوسه بداخل الجلسه اهلا وسهلا
اذا عندك دليل اقبسك بقصتك. الحمد لله المفلس بالقافله امين. يعني هيك صارت هسه انه واحد من مدي يسجل واحد يسوي له هوسه على مود يعني اليوم السمار. اليوم احد النواب اريدك تحكي لنا على جلسه الاثنين. اليوم احد النواب تكلم على جلسه الاثنين. اليوم احد النواب تكلم مع وزيره الصحه. احترامي انا احبها وزيره الصحه وخي اختها العزيزه. نعم. ولكن هم ردت عليها قالت له ترى طلع ملفاتك صارت موده. وبالتالي مجلس النواب انصفط ونقعد بعد. اذا كان الوزير يجي يحكي له حكايتين ونوب احنا نمنع من السفر ونتهم بالقضاء والشعب يقول حراميه ويصيحوا لي علي وياك علي وبالاخير احنا نطلع مخ وشوادب احنا جايين نصلح تطلع بالاخير انت المفسد. يقولون نعم خمس درجات بدرجه مدير عام. نعم انعرضت عليك. صحيح. وزين شنو الدليل؟ انت رجل قانوني قبل شوي قلت انا احكي بالدليل. طبعا. شنو الدليل انه انعرض عليك خمسه من رئيس الوزراء على مود توقف استجوابه؟ نعم. وهاي هاي مشكله راح تصير. الان ايه؟ احكي لك. ايه؟ اكو جرائم قتل. ايه؟ جرائم اغتصاب، جرائم نعم. تزوير. مو يردون عليها شهود؟ شاهد يثبت لو ما نعم. يثبت؟ نعم. ثبت. نعم. ثبت. أنا ايش قد مطلوب من عندي أجيب شاهد؟ كم شاهد؟ شاهدين؟ أجيب 10. أجيب 10 شهود. يعني ايش رئيس الوزراء خايف من عندك أنه والله ما أعرف أنا كنت متفاجئ. لا لا رئيس الوزراء ايش خايف من عندك يا سيادة النائب هيثم الجبوري؟ يعرض عليك خمسة ومفاوضات ويدز لك جماعة تشوفهم في فندق بابل وجماعة ما أدري وين تشوفهم وتلتقي وترفض وكذا على مود ما تستجوب، شنو هذا أنت اللي عندك على رئيس الوزراء؟ خليني أقول لك أستاذ. إيه. اول شيء هو يعرف استجوابه من هيثم الجمهور استجواب مهني، بس التصويت عليه ما راح يصير تصويت مهني، راح يصير تصويت سياسي. سياسي. بالاخير يقول لك انا بعض الكتل ضربتها الان وصارت عندي مشاكل وياها. بس يلقون ذريعه للتصويت يصوتون ضدي. تعتقد ممكن يصير ممكن تصويت؟ ممكن جدا. ممكن. جدا ممكن. واكو تنامي في داخل مجلس النواب ضد شخص رئيس الوزراء، والدليل اليوم. اليوم راح يتكلم جمله كلها صاحت بوجهه ودق تفشل وسكت ما حد سوى له حكايه. بس قال انا ما مانع على الاستجواب، قالوا له انت منو حتى تمانع ما تمانع على الاستجواب؟ انت رئيس سلطه تنفيذيه حالك حالهم، انت مو تتقرر تقبل لو ما تقبل. حلو. انت منو؟ حتى والله انا ما مانع مجلس النواب يقوم بدوره، ومنو طالب شورتك؟ لا خلفت الله عليك، امس عليك حالك حال. فاقول هاي الجزئية بدأت تتنامى بداخل مجلس النواب وبدأت تصير بأنه يا تعال أنت متهم بفساد، متهم بتجاوز على الدستور، متهم بأنه ما سويت الإصلاحات، وأنا من حقي نايم. إذا عندك رد علي رد علي بداخل مجلس النواب وأنا أحييك أقوم أصفق لك وأحتذر لك. نعم. لكن إن عندك مشكلة قال من حقي نائب ان اقوم بدور لو ما من حقي. من حقي. من ياثر عليكم بالاستجوابات سياده النائب؟ اليوم هسه نشوفك يشوفك المواطن العراقي، من ياثر عليكم؟ هم تجيكم ضغوطات تتعرضون انه وقف الاستجواب، اجل الاستجواب، مو وقته؟ تصير تصير اي تصير تصير. اكو ناس تتوسط، تعال عمي معود وهذا الوزير واخوك وصاحبك. وزير مالي اكو حد ضغط عليك وتفحى. اكو ناس استاذ علاء مو جايه بقصد. أيه؟ ناس لا اعرف حس وطني جاي. لا مو بس حس وطني، نعم. مرات حس اجتماعي. اجتماعي نعم نعم. يعني مثلا صارت مشكله بيني وبين الدكتور سليم. ايه. على قضيه الاقاله بالبدايه. تدري نفس العشيره انا وياه. ومن نفس الفخذ يعني اقرباء كلش. ايه. فبالتالي اخو انا هم عندي عمام وعندي عمام، عمامنا مشتركين. ايه. يعني تصور هذا عمنا الكبير وخاصه ابن العشيره نظيف. ايه. صافي قلب. يتصور القضية تنحل بقعدة، تعال عمي ليش هذا مو بالعمك؟ وما يصير بويا، قوم بوس عمك، بوس خالك وتتراضوا، تقول ايش مال القضية بهالسهولة هذه؟ هذا ما تجي تتهمه تقول هذا مو خوش ويبتس، هذا جاي بعيدا عن العمام ولا هذا من الطبقة السياسية يجون مرات الطبقة السياسية اي يجي مرات الطبقة السياسية يقول لك يابا الوضع متوتر، وضع كذا، مجلس النواب مو وقتها، تفحى شوية بلكي كذا تتحسن الامور. باللجنه الماليه نعم
يعني اكثر من نائب ونائبه باللجنه الماليه ايضا عندهم يعني صحيح. متابعات ماليه و صحيح واتهامات وملفات وكذا، اكو تنسيق بيناتكم؟ لو انتم يعني حقيقه لو اكو يعني اكو خلاف باللجنه الماليه بين الساده اعضاء اللجنه الماليه؟ والله احكي لك تنسيق بالمستوى اللي تطمح له مو موجود. مو موجود. لانه كل واحد يريد يثبت للاخرين بانه هو الافضل والاقوى والاحسن واللي يستطيع ان يكتشف ملفاته. معقول. هذا شو تسوي؟ مع الاسف. وكلا اكو تعاون، يعني مثلا يعني انا والدكتوره ماجده عندنا تعاون كبير بيناتنا. زين. يعني اكو قضايا هي مهتمه بها، مثلا ملف عقارات الدوله هي مهتمه به. مهتمه به. فانا من يجيني ملف تجيني وثيقه اقول هو الملف موجود اوديه للدكتوره ماجده. تعطيه هي. هاي الدكتوره تفضلي. هي تعرفني مثلا انا مهتم بقضيه البنك المركزي بالمصارف. هاي الدكتور هذه جتني ورقه جتني كذا مثلا استفاد من عندها. بس ان الملفات خطيره ترى اللي موجوده استاذ، يعني اكو ملفات حقيقه انا مرات اتفاجئ بانه هو لو هو سرقه سرقه. زين. اللي يسرق مليون دينار مثل اللي يسرق مليون دولار. بس القصد اكو ملفات بسيطه يجوز تضيع وقتنا. بس اكو ملفات مليارات الدولارات. يعني مثلا ملف جولات التراخيص، ملف جولات التراخيص تلطم على راسك من اطلعك على بعض التفاصيل. لكن انا طالبت من هذا الاسبوع ان تكون اللجنه المشكله برئاستي لجنه نيابيه مو لجنه من اللجنه الماليه. نعم. قلت له انا اريد لجنه نيابيه حتى اقدر اتعامل واروح ازور الحقول. زين. واحد قال لي علنا قال لي اذا زرت الحقول ما ترجع. يا ساتر. اي والله. يا ساتر. قال لي ترى اذا طب ما تطلع بعد. قال لي هاي القضيه ترى دول مليارات الدولارات ترى لسه مو نفس مالك يوميه تسولف هنا وهنا وتدير وجهك وتروح، هاي غير شكل ترى شغلتها. بس والله باقين بعض اخواني باللجنه وياي قالوا والله نروح ونص ونطب ونحقق وش يصير خليه يصير. مثلا مال شركات الهاتف النقال. للحد الان هذا الملف اللي نطلبهم تريليونات لحد الان تسيب ومحاكم يعني وقضاء وغيره. من يتجرأ سياده النائب قاعد تحكي بارقام؟ نعم. يعني حقيقه حتى ما تنكتب على الورق. يعني شلون تصفط هسه هاي المليارات تريليونات على الورق تنكتب ما اعرف. هاي شلون تتسوف هو؟ من يطي قلبه انه هذا العراق وهذا الجريح البلد هاي ابنائه وتضحيته فاليوم مقاله قريتها اسمها ورور جاسم مليار صابر. جاسم شرطي عنده مسدسه تمرضت امه راح الاستاذ علاء الدكتور هيثم راح لفلان ما حد قرضه شرطي خطيه ما حد يقرضه وصابر عليه ملفات بسرقه ملايين الدولارات من شارع المطار من مشروع ماء رصافه ماء الكرخ غيرها يجون اثنينهم على نفس القاضي بنفس اليوم الله يريد يجمعهم جاسم الحكم بسجن 10 سنوات مع طرد من الشرطة وتضمين مبلغ المسدس زين وصابر يشرب قهوة رجل على رجل و6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وأهلا وسهلا أستاذ سيارته واقفة بالباب. هاي القصة مو من التراث مو من التراث هذا من الواقع هذا من الواقع من الواقع وهذا هم شخص ذاك اليوم أنا شفته مجمع الصالحية رجال بقال موظف هو بنفس الوقت على 20 قطية معجون صار له مسجون 27 يوم صار ما انا ما اريد اشرعن السرقه قلت لك عود شخاطي سرقه بس ما معقوله شلون هسه المواطن العراقي راح يصير عنده ثقه طبعا يعني هاي سالفه جاسم وصابر وصابر شلون تريد المواطن العراقي يصير عنده ثقه؟ انا لو مكان المواطن حقيقه غير وانا مواطن طبعا أنا متزلزلة ثقتي بالقضاء ومتزلزلة ثقتي بالقانون. لأنه نعم يعني شوية القضاء المفروض ندعمه ها نعم استاذ خليني أقول لك قضية ترى المشكلة بالقضاة بعض القضاة مو بالقضاء نعم القضاء هسه وباكر عقبه قضاءنا ما زال فاعل وما زال قوي وما زال به ناس أخيار نعم ولكن تعرف شوف أستاذ مرة أنا أقول لهم القاضي ورق أبيض، أبيض أبيض ناصع. هسه السياسي قد لون رمادي. بي أسود وبي كذا.
من طخه طخه طختين ثلاثه ما تبين باللون الرماني زين، بس بالوصله البيضاء القطره السوداء تبين. القضاء لازم يظل وصله بيضاء، لازم قطره قطرتين بالاخير متواعله يقول هذا مو خبش. هسه احنا راح نسجل يوم للتاريخ، نعم. استجوابك لوزير الماليه يوم 25 ان شاء الله 8، نعم. ايش تتوقع؟ والله انا اليوم شفت يعني وزير الدفاع راح يقال، راح يسحبون الثقه الصوتيه. اي نعم، نسحب الثقه عنه بقناعه، بقناعه كامله. ماكو ضغوطات سياسيه ابدا، ماكو ضغوطات سياسيه. والدليل على ذلك انه من اصل 328 اليوم فقط خمسه صوتوا لصالحه، فقط هي تاجلت اليوم الثلاثاء. لا مو اليوم صار قناعه، مو نعم. بدايه تصويت. هل انت مقتنع؟ نعم. إذا تقول مقتنع بعد حتى لا تجمع 50 ما لها قيمة. ما لها قيمة. بس من قال المجلس ما مقتنع؟ لا، بعد تنجمع 50 نعم تجي لازم يصير تصويت بعد على إقالته وعلى سحب الثقة. فيوم 25 نعم يعني أنا راح أتصرف بمهنية. أنا ما عندي عداوة مع شخصية، مع سيد رئيس، مع وزير المالية. وزير المالية. ولا عندي استهداف سياسي حقيقة أبداً. نعم. أنا رجل مؤمن بالمواطنة العراقية، غير المواطنة العراقية بكل شيء ما اعترف. زين. لا بمذهب ولا بطائفة ولا بعشيرة ولا بكذا، أعتز بهن تعتز بس مو أساس بالتعامل مع لا. مع المواطن. لا. لكن المواطنة العراقية هي، فهو عراقي وأنا عراقي، ما عندي استهداف سياسي. وصلتني شبهات فساد. قدر يدافع عن نفسه، راح بكل جرأة وبكل شجاعة راح أقول بأنه أنت دافعت عن نفسك. وبأنه أتحضت كل الأدلة والوثائق اللي عندي وتستحق أن تبقى وزير المالية. هسه بدون هذه يعني الاندفاع، نعم. أنت برأيك الشخصي تعتقد وزير المالية راح يقدر؟ باعتقادي لا، ما يقدر باعتقادي. ويصوت البرلمان على إقالته إن شاء الله. والأكراد هيش راح يستسلمونكم ويستسلمون لك ويقولون إيه ما يخالف. هي مجرد فكر رئيس الوزراء بتغييرها قامة الدنيا أوروبا، يقولوا له ما لك علاقة ولا ترشح انت، احنا نرشح لك واحنا نعطيك. تمام؟ انا اضمن لك بان 50% من الكرد راح يصوتون وياي. 50% من الكرد؟ مين هذا جاك؟ جاني، هم قالوا لي. هم قالوا لي؟ نعم، قالوا اذا اثبتت لنا بانه هو فاسد راح نصوت ضده. يعني هذا شو تشوفه انت بالكرد؟ والله انا اشوفه يعني جيد. موقف جيد. موقف جيد. يعني مجلس النواب اذا اختلف على خالد العبيدي فما اعتقد راح يختلف على هشام زيباري. هيك واثق من ال ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. والاموال احكي لي شلون نسترتها؟ ها. هي المشكله هسه الاموال حسب قانون العفو العام. ايه. قلنا اي شخص مختلس او مرتشي او سارق زين حتى يطلع من السجن لازم يسترجع كل اللي باقي وكل اللي بذمته لخزينة الدولة. زين. هاي واحدة. هاي واحدة. الثانية ايه؟ أنا اقترحت مقترح بس مع الأسف دائما مطربة الحي أو مغنية الحي لا تطرب. سويت مقترح قبل يمكن 3 أشهر. زين. قلت لهم يابا ذول الوزراء والمدراء والنواب والسياسيين منين أخذوا الرشوة؟ ايه. أخذوا من رجال أعمال. زين. اصحاب شركات. ليش اخذوها؟ لو ياخذ عقد. اي. لو يستلم مبالغ. زين. لو عنده مشكله ورادوا يغطوا لها يغطوا لها. فمعناها اكو جهه غير الوزير والسياسي والنائب. نعم. رجل اعمال. نعم. خلي اجي اشرع قانون. اي. اقول اي رجل اعمال او اي مقاول. زين. ياتي تطوعا طواعيه. اي. الى هيئة يدلي النزاهة بمعلومات. ايه؟ يدلي بمعلومات مؤكدة نسقط عنا بوثائق، نسقط عنا كل التهم. ايه؟ ونطلع براءة. ايه؟ ونجيب هذا المسؤول نقول له تعال هاي الفلوس كلها رجعها الى خزينة الدولة. ليش ما اشتغلتوا على هذا؟ هو دا اشتغل، انا سويته يعني قلها ترجع فلوس للعراقي. انت اليوم شنو الفائدة؟ تقيل وزير، قيل الوزير. لا شنو الفائده؟ اخذ الاخذ بالعكس، الدورات المثقيله وتحيل على التقاعد. شنو تكرمه؟ شنو تكرمه؟ تكرمه زايد. تكرمه زايد. طبعا. يقول لك انا حصلت لفت. ما تعتقد احنا مشكلتنا؟ اي مشكلتنا يعني المفروض نشرع قانون نضمن به الحقوق اللي انهدرت وارجاعها. بالمناسبه الان
قانون صدر مصر، سمعت أو لا؟ نعم. قبل يومين اسمه قانون السلامة الوطنية. صار القانون مريب، سوى مشكلة مصر. بس قال السيسي يصدر لأنه رئاسة هم وقتهم النظام. نعم. قال أي مسؤول سرق من مصر مال ويجي يعترف فيه يقول أنا مو قلت هالقد، ياخذ 25% من عنده. اصلا يعني ازيدك بالشعر بيت ايضا، من صارت الحركه اللي قام بها الشعب المصري وترأس الرئيس سيسي مصر، ذهب ابعد من هذا، انه كل رجال الاعمال المطلوبين يرجعون الاموال وتسقط عنهم التهم. هاي في البدايه صح، وهذا صحيح، انه يقول لك انا شعبي اريد الفلوس للشعب، انا اريد السلم، وهذا اقول انا اريد ابني وارد عمي. بالله بالله حطيت وزير فلان بالسجن، شنو الفائده؟ شنو الفائده؟ ما هي المليارات اظل اظل على فلبي 25 30 سنه، وش اسوي يعني؟ بينما تعال رجع لي فلوسي، رجع فلوس الناس. ايه. اكو هيك شيء؟ اكو هيك ممكن يعني؟ والله قلت لك انا قدمت مقترح وبدنا نشتغل يعني، عسى ولعل بدنا نوصل. استجوابك رئيس الوزراء باقي ان شاء الله. باقي باقي يعني ما يقول لك انه الظرف المرحله ما تتحمل يا دكتور هيثم. نعم. انه شويه هاي التغيير رئاسة الوزراء وهاي يراد له توافقات سياسيه، وانت راح تدخل بمحترك يمكن اخطر من جوله التراخيص. شويه جوله التراخيص قالوا لكم تروحون، ترى هاي شغله الدول، هنا ترى هاي شغله حتى ما تروحون هاي. شلون هاي شلون؟ ها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا قلتها مره وعيتها هسه. نعم. الوحيد اللي يثنيني عن إكمال الاستجواب هو شعبي. نعم. إذا الشعب يرى بأن الاستجواب مو محله أتنازل عن الاستجواب. لا الشعب شلون يعني؟ شلون يعني؟ مظاهرة. إي. بساحة التحرير مو يطلعون كل جمعة. إي. إذا صار واحد من مطالبهم بأنه يا دكتور هيثم مو وقت الاستجواب، أنا أوقف الاستجواب. هذا تصريح أخذه من عندي. هذا تصريحك؟ إي. نعم. إذا الشعب قال. إيه إذا الشعب. أما تقول لي مو وقته. لا مو أنا أقول لك. يعني. هو يقول الناس، الناس الآخرين قسم يقولوا مو وقته. نسمع الكتل السياسي يقول لك تعال أنت، هاي ترى طلابة كبيرة. يعني هسه إحنا وزير نقيله ما يخال، بس رئيس وزراء هاي توافقات سياسية. هاي يعني. خلي مارس دور رقابي، خليه لي يصوتون عليه. بس المهم أقول يابا أنا استخدمت حقي الدستوري. ما تنازلت عنه. حتى اي رئيس وزراء قادم يجي يقول والله يمكن اي نائب من النواب يقدر يجيب له يسولف وياه. ما حد يتصل بيك بالرؤساء الكتل قال لك شوي اجل؟ لا وين؟ ما رئيس وزراء ايه؟ اصلا عليه ضغط كبير جدا. من ضغط عليه؟ ضغط سياسي من هواي ناس والله. مو بس مو اسماء معروفه؟ بالمناسبه مو بس رؤساء كتل. نعم. لا. يعني رجال دين، رجال اعمال. قبل ايش كم يوم يعني السيد نور المالكي طلع بتصريح قال انه دعا لانتخابات برلمانيه مبكره على مود نخلص من هذا المشهد المربك اللي احنا فيه. ثاني يوم رئيس الوزراء راح قدم القائمه مال الاسماء. رئيس الوزراء حقيقه هو يحاول ان يبقى اكبر وقت ممكن على كرسي الحكومه. على شنو؟ بغض النظر عن شنو الازمات. اللي جاي يصير يوميا بالبلد. يعني انت ما تحس انه مثلا الضغوطات اللي قاعد تتعرض لها يعني قاعد تذهب باتجاه انه ممكن الاسراع بالاصلاح، الاسراع بال علوة انا اقول لك استاذ. انا ما عندي عداوه لدكتور حيدر. نعم. ولا عندي عداوه لسليم، ولا عندي عداوه لسعد بوشيار، ولا عندي عداوه اي شخص اخر. انت مشكلتك الاصلاح ولا صدق الان اذا شفنا سيد العبادي. ايه. شو تسمي خطوة الاثنين؟ خطوة اصلاح حقيقية. اي لا اليوم يعني مال التغيير الوزاري اللي اجى اليوم جيدة. هذا تغيير، هذا اصلاح؟ لا هذا هذه خطوة من خطوات الاصلاح. هاي خطوة؟ ليش شلون خطوة؟ يعني ناس استقالوا وجت ناس مكانهم ورئيس وزراء جاء نوعية الناس اللي اجت مكانهم نوعية معروفة عندنا شنو؟ معروفة عندنا ابدا. يعني الان مثلا تقول لي جبار العيبي، جبار العيبي احد علماء النفط الاربعه. تقول لي كاظم فنجان كابتن بحري 44 سنه وزير نعم. نقل. نعم. تقول لي عبد الرزاق العيسى من مدرس. نعم. رئيس قسم العميد. نعم. رئيس جامعه الوكيل وزير الوزير اجى مدرج.
بتقول لي دكتور حسن الجنابي عنده كتاب روعه بالاهوار واعاده الحياه للاهوار. نعم. وهو اللي كان رئيس الوفد اللي رجع الاهوار خلاه على اليونسكو. نعم. ايه؟ فاقول الاسماء اللي طرحت اليوم مو اسماء سهله، يعني اسماء ثقيله ومحترمه اسماء محترمه. نعم. احنا شو نريد هاي الاسماء؟ هاي الاسماء انا من يجيني كابتن بحري 44 سنه ويصير وزير النقل، شو اريد انا بعد؟ هذا هو لبه التكنوقراط هذا. لطيف، اذا متفقين على هذا ان شاء الله. طبعا سياده النائب هيثم الجبوري، انا سعيد جدا خلصت الساعه. الله يسلمك. و تحدثنا عن بشكل عام عن الملفات، عن الفساد، عن الاستجواب. اليوم امانه برقبه كل نائب شريف انه يوصل بهاي الملفات لبر الامان. صحيح. وامانه عليكم انه ما تقصرون، يعني لانه الشعب اللي انتخبكم واللي خلاكم والاشهر بصبعه وتحدى كل هاي الظروف الصعبه، منتظر من عندكم ان تحققوا له شيء وتسووا له مكسب حقيقي. ان شاء الله. ان شاء الله، الله يبارك فيك. الله يسلمك. انا سعيد جدا باللقاء. اشكرك سعد. نلتقيك ان شاء الله. ان شاء الله بخدمتك. يعني بسخونة الجو العراقي هاي الملفات الساخنة اللي تعملها. ان شاء الله بخدمتك. اعزائي المشاهدين، طبعا يعني خلصت الساعة وكان بدنا نتحدث ويا دكتور هيثم الجبوري بأمور أكثر، ولكن ضيق الوقت للأسف الشديد. نشكر كل من يعني كتب وعمل وفكر من أجل المواطن العراقي، نقول بارك الله بهم، بارك الله بكل عراقي شريف هم الوطن والمواطن. نلتقيكم بملفات أخرى وبحلقة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.